يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثر تبرج النساء في الحرم وقد يصفون بجوار الرجال أثناء الصلاة، ونحن نعاني من هذه المشكلة في رمضان خاصة، يقول ما الواجب علينا حيال هذه الظاهرة وما نصيحتكم؟ الواجب أنك تجنب الاختلاط مهما استطعت، تجنب الاختلاط مهما استطعت. وأيضا صلاة في الحرم مع الزحمة ما يتمكن الإنسان، أولا أن فيها ما ذكرت من الاختلاط والتأثم، وثانيا ما يتمكن من الصلاة على المطلوب والاطمئنان. يا أخي الحمد لله المساجد في مكة كثيرة وكل حرم والأجر واحد ولله الحمد، صل في المساجد الأخرى من مساجد مكة التي هي داخل حدود الحرم ولا تضيق على نفسك. نعم.